مشاهدينا سلام الله عليكم، أهلا بكم إلى عدد جديد من حصتكم الظهيرة. نلقاكم وككل يوم في هذا الفضاء الجواري الإخباري بملفات متعددة ومحطات قارة. وظهيرة هذا الثلاثاء سنخصص حيزا هاما منها للحديث عن السياحة في بلادنا بين المقومات الطبيعية الهائلة التي تمتلكها الجزائر والهياكل المتوفرة. ما هي الاستراتيجية التي تم وضعها لجعل السياحة كبديل اقتصادي هام، بدءا بتوفير مناطق التوسع السياحي وتطوير الخدمات السياحية إلى الترويج السياحي، كما سيكون لنا حديث عن التنوع السياحي كذلك. وعينتنا اليوم كل من ولايتي تيبازا وبومرداس، واللتان تعدان من بين أبرز المناطق السياحية في الوسط الجزائري، مما تمتلكانه من امتزاج لسحر الطبيعة وعراقة التاريخ، حيث يحضر معنا في بلاطو ظهيرة اليوم كل من السيدة أمال بوزازا مديرة السياحة لولاية تيبازا. أهلا بك سيدتي. أهلا بك. أهلا. كما أسعد كذلك باستضافتي السيد محمد شريف زلماطي مكلف بتسيير مديرية السياحة لولاية بومرداس. أهلا بك سيدي. أهلا بك سيدتي، وإن شاء الله أكون خفاف ظرف على مشاهدي الكرام إن شاء الله. مرحبا مرحبا. إذن مشاهدينا، وللتعرف على أحد المركبات السياحية بتيبازا، يتربع المركب السياحي القرية السياحية السات على امتداد 19 هكتارا، يفتح أبوابه للزوار بعد تحديثه بمرافق للإقامة والإطعام وخدمات عصرية كذلك، بالإضافة إلى النشاطات الثقافية، مما يؤهله لأن يكون من أهم المركبات السياحية المتميزة التي تستقطب العائلات الجزائرية. المزيد مع الزميلة إيمان بوثلجة. بعد عملية تأهيل دامت 4 سنوات، يعود مركب القرية السياحية أو ما كان يطلق عليه السات منتجع سياحي بمعايير دولية وخدمات فندقية ترقى وتطلعات الزبائن بحلة جديدة. très familial يعني، و ستان بليزير نشوفوا دي كوان هكا في بلادنا، وان شاء الله يعني نكثرهم هذا باش نديفلوبي يعني السياحه تاعنا الداخليه، وكساسوا يعني دو ليترونجي يعني جو فيزيتيو بلادنا فيها خيرات كبيره حقيقه. يعني نظره مليحه هايله، وان شاء الله برك يعني يكونوا يعني الاسعار يعني في متناول كاع يعني الشعب الجزائري بوغ موين بوكس بيتيتر. والله غير محسوب حاجه يعني رائعه. الترفيه والرياضة والمتعة في أحضان الطبيعة وجو يمتزج فيه جمال البحر وشواطئه ونقاوة الهواء وسط شريط غبي، يبعث السكينة والهدوء في هذا المركب السياحي بامتياز. ماذا بينا اللي يجي ويروح يخلي بلاصتو مقية، باسكو كاين وحد اخرين مجايين ويحبوا يصيبوها كيما صابوها الاولين. قدرة الاستيعاب تقدر ب 1030 سرير موزع على 5 مناطق. هناك شقق لأربع أشخاص حتى 8 أشخاص، ولدينا شاليهات لشخصين، وعندنا ولدينا أيضا قدرة إطعام تقدر ب1000 وجبة في الخدمة الواحدة موزعة على 4 مطاعم، هم مطعم القصبة ومطعم الأطباق التقليدية ومطعم البانوراميك ومطعم نادي الفروسية. توفير أسباب الراحة والرفاهية من غرف وشاليهات ومسرح وناد للفروسية ومسابح على الهواء الطلق، إضافة إلى ملعب للتنس، كلها تجهيزات تنتظر السواح لموسم اصطيافي قوي ممتع وآمن. إذن سيدة بوزازا، كما تابعنا المركب السياحي السات اكتسح حلة جديدة جميلة يعني بمؤهلات سياحية أوسع، والمركب يعني يظهر بحلة أجمل. كيف كانت عملية التهيئة؟ ونتحدث بالإضافة إلى ذلك أنه سيفتح أبوابه للزوار، يعني كيف سيتم استقبال مختلف السياح الراغبين يعني التوجه إلى هذا المركب الهام بولاية تيبازا؟ شكرا. أولا
أشكرك باسمي وباسم وزير السياحة وصناعة البلدية على هذه الاستضافة والأهمية لقطاع السياحة. بالنسبة لمركب السياحي السد، قام مجمع فندق سياحة وحمامات بعملية تهيئة وعصرنة عدة منشآت سياحية عبر الوطن. من بين هذه المنشآت كان فيه قبل لوسيت كان فيه لاكور دو دور، والان انتهت من عصرنة وتهيئة هذا لوسيت المجمع المركب والقرية السياحية التي يعني نفتخر بها بحلة جديدة، وهي تجمع بين تراث الماضي والحاضر، بما انه مركب يعني افتتح في 1969 يدخل في تراثنا، ولكنه يعني اكو شفتوا في الروبورتاج الحله هذه الجديده والجميله والتي نفتخر بها كجزائريين اولا وكقطاع ثانيا. الان يعني سيدعم الحظيرة الفندقية في ولاية تيبازا نظرا للعدد الكبير للسواح والزوار الذين يأتون إلى الولاية، يعني تقريبا خاصة آخر الأسبوع وفي المواسم الأخرى، لكن يعني ما زال ما يدخلش حيز الاستغلال، ما زالت مدة إن شاء الله تكون قريبة ويدخل في حيز الاستغلال. دوك راه الزوار هم يجوا يزوروا، لكن ما زال ما فتحش الأبواب تاعو بصفة رسمية. نعم، بالحديث عن طاقه الاستيعاب للجانب السياحي الفندقي بولايه تيبازا، ولايه تيبازا من بين الولايات التي يقصدها السياح سواء بالنسبه للسياحه الداخليه او الخارجيه، كذلك تعرف بمؤهلات سياحيه هامه. يعني انتم كمشرفين على القطاع بالولايه، ما هي الاستراتيجيه التي تقومون بها حتى يعني تمكين ان ترقى هذه الولايه الى ان تكون السياحه بها بدرجات عاليه، سواء من ناحيه الاستقبال بالاضافه الى ذلك انه تكون هنالك مؤهلات ترقى الى طلب السياح الجزائريين؟ طبعا قبل كل شيء، ولايه تيبازا لها مقومات سياحيه متنوعه، حيث يبلغ شريطها الساحلي 146 كيلومتر، بها تضاريس متنوعه، بها سهول وغابات وجبال وارث اثار يعني ثقافي عالمي، اثار رومانيه، كل الجزائريين يعني يعرفوا ولايه تيبازا عن بضريح الضريح او بالاثار الرومانيه التي توجد في المدينه، وهي ولايه ما ننساوش انها ولايه فلاحيه كذلك بامتياز فعلا. وحنا فيه يعني 55 شاطئ للسباحه، 40 منه مسموح للسباحه، وفيه تانيك سعه فنادق في 10 فنادق ولكن بسعه قليله، يعني 1249 سرير بالنسبه لولايه تيبازا هذا قليل كثير. حنا انا نستناو ان شاء الله لسات اللي راح يدعم يعني هذا الحظيره، هي هو ولا كوردو دو، وبعدها يكون فيه تانيك عمليه ترميم لمطارس مطارس تانيك تحفه، سيشهد عمليه ترميم هو كذلك عند افتتاح ان شاء الله لسات، باش نبداو عمليه او يبداو عمليه. يعني هي من بين المركبات الثلاثه المشهوره في تيبازا، قريه السات والقرن الذهبي، بالاضافه الى مطارس، تعتبر من اكبر المركبات السياحيه في تيبازا وفي الجزائر ككل. في الجزائر نعم ككل. دونك هذه المقومات اللي راح تسمح لنا باللي باش وحنا رانا نروجوا يعني بهذه المقومات نروجوا عن طريق عده قطاعات، بان السياحه القطاع السياحي قطاع كما يقولوا انترميديير، نخدموا مع كامل لي سيكتور، ما نخدموش وحدنا، هي سلسله فعلا. من بين سلسله بين القطاعات فيه اتفاقيات كثيره، فيها حاليا رانا نطبق لو شيما ديريكتور داميناجمون توريستيك لو ستاد، فوالا دونك بدينا بلو سيت وحنا رايحين تدريجيا لمركبات اخرى. سيد زلماتي، ولايه بومرداس هي كذلك من بين الوجهات السياحيه المفضله للجزائري، او كما تعرف عاصمه الصخره السوداء، لها كذلك مؤهلات طبيعية عديدة، مركبات سياحية. نتعرف قليلا عن الجانب السياحي للولاية وطاقة استيعابها من الأسرة الفندقية. بالفعل
ولايه بومرداس نعتبروها في السنوات الاخيره اصبحت وجهه سياحيه للعائلات الجزائريه من مختلف ربع الوطن. لما تتميز به من مميزات ومؤهلات طبيعيه اولا. يكفيها فخرا ولايه بومرداس انها تعتبر مقر اول حكومه مؤقته للدوله الجزائريه اللي كانت تحت رئاسه السيد عبد الرحمن فارس ربي يرحمه، هذه قليل اللي يعرفها، يكفيها فخرا ذلك. كي نتحدثوا عن المؤهلات الطبيعيه نتحدثوا عن شريط ساحلي يقدر ب 107 كيلومتر. نعم. شواطئ مسموحه للسباحه تقدر ب 47 شاطئ مسموح للسباحه. نعم. متواجده من بدوا البحري غربا الى غايه بلديه عفير شرقا. لما نتحدث عن المؤهلات او الحظيره الفندقيه، ولايه بومرداس تتوفر على 18 مؤسسة فندقية بسعة إجمالية تقدر ب 2744 سرير. مخيمات سياحية كذلك على مستوى الولاية عندنا الآن ما يقارب 15 مخيم سياحي بسعة إجمالية كذلك تصل إلى 7632 سرير. كذلك من أهم المؤهلات التي تميز بها الولاية هي مناطق التوسع السياحي الموجودة على مستوى الولاية. مناطق التوسع السياحي الموجودة على طول الساحل اللي تقدر ب 11 منطقة توسع سياحي بمساحة تقدر ب 4738. هي في طور الإنجاز هذه المشاريع والاستثمارات. هذه مناطق سياحية مصنفة نسعى من خلالها إلى استقبال مشاريع سياحية فيها. إضافة إلى مناطق التوسع السياحي التي صنفت سنة 2016 إضافة إلى 11 هذه المنطقة. نعم. بمنطقة الكحلة زيمة ببلدية 14 لتدعيم السياحة الجبلية. نعم. وكذلك منطقة التوسع السياحي ثلاث ببلدية عمال دعما كذلك منا للسياحة الحموية. نعم، بالإضافة إلى هذا سيد زلماطي، ولاية بومرداس تشتهر بشواطئها الجميلة وهنالك العديد من الشواطئ يتم حاليا تهيئتها حتى تصبح شواطئ مسموحة للسباحة، وبها يعني كل الأمور الضرورية حتى تكون هنالك حماية لمرتادي هذه الشواطئ. بالفعل مناطق شواطئ الولاية احنا بدينا بتهيئة هذه الشواطئ منذ سنة 2014 في إطار برامج القطاعية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، حيث تم تهيئة في إطار برامج القطاعية 18 شاطئ مسموح للسباحة طيلة 5 سنوات. إضافة إلى هذه السنة هناك تم تخصيص مبلغ مالي يقدر ب 15 مليار سنتيم من صندوق الجماعات المحلية. سيتم هناك تهيئة 25 شاطئ بمختلف التجهيزات الضرورية من مراكز للحماية المدنية، مراكز الأمن، تهيئة كذلك المسالك، الإنارة العمومية، وكذلك توفير المياه الصالحة للشرب لاستقبال مصطفينا إن شاء الله في أحسن الظروف بإذن الله. إن شاء الله. نعم. سيدة زلماطي، بالعودة إلى ولاية تيبازا، أكيد أن الجانب السياحي له دور كبير للمساهمة في التنمية المحلية للولاية، يعني ولاية تمتاز بمؤهلات سياحية كبيرة، استراتيجية وطنية يتم اعتمادها ويتم يعني تجسيدها على مستوى مختلف الولايات السياحية، بالإضافة إلى الشريط الساحلي. هنالك مناطق أثرية عديدة تشتهر بها ولاية تيبازا، من بينها ضريح الملاك الموريتاني أو كما يعرف قبر الرومية بمنطقة سيدي راشد، بالإضافة إلى ذلك المدينة الأثرية في تيبازا كذلك، ومدينة شرشال أيضا هي مدن أثرية بامتياز ويرتادها الزوار بطريقة كبيرة. يعني أنتم يعني تقومون بتنظيم عدة رحلات على مستوى هذه المناطق الأثرية حتى بالنسبة لتهيئة هذه المناطق لتوفير الحماية الكافية لمرتدي هذه الأماكن الأثرية، وللحفاظ من جهة أخرى على هذه الأماكن كذلك سواء من التخريب أو مختلف العمليات التي تطال هذه المناطق الأثرية. طبعا أولا أنا نسيت ما هدرتش على المخيمات كذلك والهياكل الأخرى في ولاية تيبازا اللي فيها أكثر من 35 مخيم أو مركز الراحة أو مركز الشباب تلك بيوت الشباب اللي فيه 8396 سرير.
يعني باش تعرفوا بلي راه فيها هذه المخيمات تدعم كذلك تدعم الحظيره الفندقيه في ولايه تيبازا. بالنسبه لكل ما هو يعني مناطق اثريه اللي راهي موجوده في الولايه، احنا كمديريه السياحه والصناعه التقليديه والعمل العائلي بدينا بدراسه منطقتين، الضريح وبما يسمى القصيبة تاع شرشال. نعم. رانا نديرو فيها دي سيركوي توريستيك، دراسة رانا في بالنسبة للقصيبة في المرحلة الثالثة وراهي قريبة نصدقوا عليها. وفي بالنسبة للضريح رانا في المرحلة الثانية، يعني باش نقول لك الاهتمام للسيكتور تاعنا القطاع تاعنا راه يهتم بكل ما هو آثار ومناطق سياحية في الولاية، وهذا بمعية كل القطاعات، كل واحد في ما يخصه. نعم. احنا رانا نخدموا بصفه تري سوليدير افيك مع الماليه التضامنيه مع القطاعات الاخرى، مع لا كولتور خاصه الثقافه، بما انها عندها اثار كثيره سورتو في لو بور. نعم. في لو بور ولا في لا فيل رومان، كاين دو فيل رومان تما في ولايه تيبازا، وهادو راهم يستقطبوا عدد كثير من السياح الجزائريين، او نقدروا نقولوا حتى اللي يجوم لي زومباساد. نعم. من اجانب كل اخر اسبوع. نعم. كل اخر اسبوع نتلقاو يعني هاد الطلبات، ودايوغ كي تجي لتيبازا تلقاي سيركولاسيون كبيره في اخر الاسبوع، تالمو الناس يحبوا يجوا يشوفوا هاد الاماكن. حنا رانا مهتمين بها، وفيها كي تروحي لو بارك تاع الاثار كي تلقاي فيها الناس يبيعوا صناعه تقليديه، فيه حرفيين يبيعوا كل ما هو سنعود للصناعه التقليديه. لكن ربما قبل ذلك سيده بوزازا، نتحدث لما نتحدث عن المواقع الاثريه نتحدث عن الدليل السياحي. اليوم اصبح جد مهم ان يكون هنالك دليل سياحي على مستوى هذه المناطق للتعريف بها، لحمايتها من جهه اخرى، حتى ان هنالك الزائرين لهم فضول لمعرفه تاريخ تلك المناطق. الدليل السياحي اصبح ضروري جدا، يعني انتم ما هو العمل الذي تقومون به لتوفير دليل سياحي على مستوى هذه المواقع الاثريه المختلفه؟ اولا لازم نقول لك بلي راه كاين متاحف، يعني كاين متاحف، كاين دي جيد في المتاحف، صح؟ على مستوى قطاعنا، على مستوى. نعم. بالنسبه لقطاعنا، يعني غير البارح جاني خبر مليح، واليوم تلقيت 4 بطاقات لي جيد تاعنا في تيبازا اللي كانوا يستناوهم، يعني. نعم. من الوزاره تاعنا الحمد لله، جرى عندنا 4 كات جيد اللي رايحين يعملوا بصفه قانونيه في ولايه تيبازا. كاين كذلك لي جيد حنا نخدموا معاهم كي يعود فيه مع لي زاجونس دو فواج، مع وكاله السياحه والسفاره. كي يكون فيه زوار، كي يكون فيه هكذا برودوي توريستيك، وين يجيبوا الزوار لولايه تيبازا، بيان سور ما محتاجين لي جيد. فيه تانيك لونات اللي راهي موجوده، لونات تورين كلوب موجودين في ولايه تيبازا، هما اللي راهم مستكلفين بكل ما هو سياحه داخليه. في ورانا نخدموا معاهم بصفه يعني دائمة. كذلك فيه يعني أبار المواقع يعني الأثرية وهذه، فيه لي سيركوي في الجبل، فيه السياحة الجبلية اللي لازم نطرقوا لها. أكيد سنتطرق إليها. ربما يعرفنا قبل ذلك سيد ظلماتي عن الجانب الأثري في ولاية بومرداسية الأخرى، يعني تعرف مواقع أثرية عديدة، نتحدث عن هذا الجانب والتعريف بهذه السياحة من جهة، ونتحدث كذلك على أهمية تواجد الدليل السياحي بهذه المواقع الأثرية. بالفعل لو كنت نتكلم على الدليل السياحي، هناك مرسوم تنفيذي ليستر سنة 2007 اللي يحدد شروط أنه الشخص يكون دليل سياحي. من بين اهم شروط انه يكون عنده دبلوم في في في, في التاريخ او في التراث الى غير ذلك. وحنا بموازاة مع ذلك نحث الشباب على انهم يدخلوا المراكز التكوين. لا. لانه على مستوى مراكز التكوين هناك تكوين في الدليل السياحي. لا. وحنا على مستوى ولايه بومرداس عندنا نقص كبير في الدليل السياحي، لكن الان مع وجود المعهد الوطني المتخصص في السياحه على مستوى الكرمه بلديه بومرداس، هناك تخصص دليل سياحي ليعرف الان اقبال كبير من طرف الشباب
اللي هما غدا ان شاء الله راه يكون لهم دور كبير بالتعريف والترويج للمؤهلات السياحيه للولايه. نعم. الشطر الثاني من السؤال تاعك، المؤهلات الثقافيه او التاريخيه لولايه بومرداس، يكفينا ان نتكلم على قصبه دلس اللي مؤخرا مديريه الثقافه لولايه بومرداس اعادت الاعتبار لهذه المنطقه، واللي تعتبر منطقه تاريخيه ومزار لعدد كبير من المواطنين. كذلك عندنا ضريح سيدي المجني في دلس، ضريح سيدي المخفي كذلك في دلس، كاين منطقه المناطق الغابيه، عندنا منطقه اسواف، إضافة إلى العمل الكبير اللي قامت مديرية السياحة من خلال دراسة مسالك سياحية. عندنا الآن 4 مسالك سياحية قمنا بدراسة تهيئتها، وهو مسلك سد بن عمران، مسلك سد الحميز بمنطقة الكحلة، إضافة إلى الميناء القديم بمنطقة دلس كذلك. لهذه تعتبر وجهات سياحية الآن تعرف إقبال كبير للزوار. بالنسبة لهذه المسالك السياحية، يعني هو أمر هام جدا أن الزائر يتعرف على هذه المواقع بطريقة منتظمة، من جهة يتعرف على تاريخ هذه المناطق. هل سيتم إضافة مثل هذه المسالك على مستوى المواقع الأثرية الأخرى سواء بولاية بومرداس وكذلك بولاية تيبازا؟ بالفعل هناك نسعى في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية إلى إضافة مسالك أخرى، هذا بالتعاون كذلك مع البلديات الساحلية. نعم. الدور الكبير اللي تلعبه البلديات الساحلية، إن شاء الله احنا نسعى إلى تطوير أنماط أخرى من السياحة على مستوى الولاية لنجعلها كذلك كما قلت لك وجهة سياحية بامتياز. فيما يتعلق بولاية تيبازا كذلك، فيما الأمر الخاص بالمسالك السياحية تعتبر يعني رائدة من ناحية الترويج للسياحة في مختلف المناطق السياحية. طبعا هي في احنا بدينا بمسلكين ومن بعد نزيدوا مسالك اخرى، وفيه بعدا كل ما هو ديوان وطني، ديوان الدواوين السياحيه المحليه. نعم. كذلك لي اسوسياسيون يقوموا بالترويج، يقوموا بهذا العمل تاع التعريف على ولايه تيبازا مع المؤهلات نتاعها. حنايا مؤخرا قمنا بمناسبه 8 مارس خدمنا مع عده جمعيات والديوان السياحي لاغبال، ورحنا يعني الى مناطق ظل بعيده في منطقه غوريا في الجبال، منها تعرفنا على المنطقه، ومنها رحنا شفنا الحرفيين وشفنا اللي راهم موجودين، النساء خاصه الموجوده في مناطق الظل، باش نعاونوهم في التسويق نتاع المنتوجات نتاعهم ونعرفوا بهم ونعرفوا بالمنتوج التقليدي اللي راه في هذه المناطق. يعني كانت هذه معيه لي اسوسياسيون الجمعيات، كان فيه يعني واحد التجاوب، كان فيه واحد يعني فرحوا اللي رانا تنقلنا حتى لهذه المناطق البعيده ورحنا لعندهم باش نتعرفوا بهذا المنتوجات السياحيه. نعم. سيد زلماطي، لما نتحدث عن توسعة الطاقة الاستيعابية من ناحية الأسرة، هنالك عمليات تهيئة عديدة تشهدها ولاية بومرداس في مختلف المركبات السياحية كذلك، هل لك أن تعرفنا بهذه العمليات وهل هنالك مشاريع استثمارية في الأفق لتدعيم الحظيرة السياحية بولاية بومرداس؟ بالفعل في ولاية بومرداس خليني نقول لك أن سنة 2020 رغم جائحة كورونا كانت سنة التدشينات والإنجازات بامتياز، وخير دليل على ذلك هناك مؤسستين فدقيتين بسعة تقدر ب 245 ساري تم تدشينها من طرف السيد معالي وزير السياحة والصناعة التقليدية، كذلك تدشين مخيمين سياحيين، واحد في بلدية زموري والآخر في بلدية بومرداس، كذلك بسعة تقدر ب 500 سرير. لذلك فيما يخص الاستثمار السياحي، احنا على مستوى ولاية بومرداس عندنا 67 مشروع سياحي في طور الانجاز. نعم. بقدرة استيعابية ان شاء الله ستصل الى اكثر من 7000 سرير،
هناك نسب متفاوتة في الإنجاز. عندنا 10 مؤسسات فندقية الآن نسبة الإنجاز تاعها تفوق 80%. هي مركبات سياحية، هي عبارة عن نوع من بالفعل هي عبارة عن السياحية. هي عبارة عن إقامات سياحية، نعم، فنادق، منازل سياحية مفروشة، نعم، اللي راح تعطي دعم كبير للمؤسسة الفندقية والحظيرة الفندقية للولاية إن شاء الله. ما هي أهم التسهيلات التي توفرها الولاية للاستثمار السياحي حتى تكون هنالك عملية توسعة للحظيرة في مجال الاستثمار السياحي للمهتمين بالاستثمار في هذا القطاع؟ لو نتكلم عن التسهيلات اللي قامت بها الدولة أساسا في مجال الاستثمار السياحي، ما جاء به قانون المالية لسنة 2009، حيث قدمت الدولة عدة تسهيلات للمستثمرين للولوج إلى مجال الاستثمار السياحي، بما في ذلك تخفيض الرسم على القيمة المضافة من 19% إلى غير 9%، كذلك تخفيض نسبة الفائدة على القروض البنكية إلى غاية 3%، كذلك المؤسسة البنكية يمكن أن تصل إلى تمويل المشروع السياحي إلى غاية 90% يمكن أن تموله المؤسسة الفندقية. إضافة إلى ذلك الاتفاقيات الكبيرة اللي قامت بها وزارة السياحة مع مؤسسات فندقية عمومية، ست مؤسسات فندقية وخمس مؤسسات فندقية خاصة، هذه الاتفاقيات وضعت تحت تصرف كذلك المستثمرين لإعداد ليقدروا يدوا قروض بنكية من هذه المؤسسات كي يستثمروا في المجال السياحي. هل هنالك يعني دراسة تقومون بها على مستوى مديرية السياحة حتى يتم يعني توسعة هذه الاستثمارات السياحية عبر مختلف البلديات حتى تكون هنالك توازن وتوافق في عملية الإقبال السياحي للزوار على مستوى مختلف البلديات التي بها مؤهلات طبيعية سياحية؟ بالفعل احنا ما نقدروش نتكلموا على استثمار سياحي بدون أن نتكلم على إعداد مخططات تهيئة سياحية لمناطق التوسع السياحي. في ولاية بومرداس من بين 11 منطقة التوسع السياحي، ست مناطق توسع سياحي مخطط تهيئة سياحية بها صدق عليه بقرار وزاري. لا. إضافة إلى ذلك عندنا 3 مناطق توسع سياحي استفادت من التهيئة بمبلغ مالي يقدر ب 41 مليار سنتيم، أين تم تهيئة مناطق التوسع السياحي لصالين، لا، منطقة التوسع السياحي لتقدمت، ومنطقة التوسع السياحي للكرمة ببلديتي ثنية بومرداس. هذه التهيئة تتمثل أساسا في فتح مسالك داخل هذه المناطق وكذلك توفير شبكات التطهير على مستوى هذه المناطق لتكون هناك أرضيات مهيئة لاستقبال هذه المشاريع السياحية. سياحية، نعم. سيدة بوزازة، تحدثت منذ قليل عن نقطة مهمة جدا في السياحة، ولاية تيبازا يعني تستمتع بفضاءات جبلية وخضراء يعني شاسعة، والسياحة الجبلية والرياضية جد مهمة توازي سياحة الشواطئ في فصل الصيف وحتى في فصل الشتاء، يعني في مختلف الفصول. أنتم كمديرية سياحة، ما هو العمل الذي تقومون به للترويج لمثل هذه السياحة وحتى مساعدة يعني مرتدي هذه الأماكن الجبلية؟ نراه فيها عن طريق الوكالات السياحية أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ما أن عندنا موقع خاص بالمديرية، موقع خاص فيسبوك تاني عندنا المديرية، كذلك عندنا موقع الولاية، موقع الوزارة. دونك حنايا كل ما يكون فيه هكذا تظاهرة أو نستعمل هذه المواقع من أجل الترويج لكل النشاطات السياحية الموجودة في منطقة أو ولاية تيبازا. بالنسبة لليجيد هذول أو المسارات هذه في الجبلية، كل آخر أسبوع فيه ناس يقوموا بهذا العمل هذا، يعني يدوا معهم دي جروب ويوروا لهم كل ما يوجد في مثلا في جبل شينوا أو جبل غورايا، ولا واش كاين فيه مثلا أنواع الأشجار، أنواع النباتات، يعني toutes les curiosités vont être promues في هذه الفضاءات الجبلية.
من ناحية أخرى، هل تقومون بعملية تهيئة للمناطق الترفيه في هذه المناطق الجبلية حتى يعني تكون هنالك أماكن راحة للعائلات على مستوى المناطق الجبلية؟ هي ماشي بطريقة ديريكت كما يقول، غير مباشرة، هي بطريقة غير مباشرة بالتعاون مع قطاع الغابات. قطاع الغابات هو اللي عنده ما يسمى ب لي فوري ريكرياتيف او الغابات الترفيهية، وين يكون فيه عدة اكتيفيتي ونشاطات. احنا في ولاية تيبازا قريبا ان شاء الله قبل الموسم الصيف ان شاء الله يكون فيه يعني هذا العام موسم الصيف راح يكون فيه افتتاح لغابة ترفيهية جديدة جميلة جدا. على يعني اي مستوى؟ حجوت. نعم. في دائرة حجوت. نعم. غابة يعني روعة، يعني قامت فيها الغابات هي اللي قامت بتهيئة هذه الغابة. فيه تانيك مواقع أخرى وين الناس يجوا، أماكن ترفيهية متعددة على مستوى ولاية تيبازا. هل لك يعني أن تعرفينا على مختلف هذه الأماكن، وهل تقومون بعمليات تهيئة عملية يعني إيجاد أماكن جديدة بالنسبة بالإضافة إلى الأماكن التي كانت موجودة من قبل؟ هي مديرية السياحة كما قال زميلي يعني من قبل، احنا عندنا مناطق توسع سياحي. بالنسبة لتيبازا عندنا 22 منطقة توسع سياحي، كل عبر كل يعني تراب الولاية، نو لو ليتورال، الشريط الساحلي، الشريط الساحلي. 22 منطقة بزاف يعني باش تعرفي ولاية تيبازا وقيمة ولاية تيبازا. فيه ثلاث مناطق توسع سياحي اللي صادقوا عليها، تصدقت نهائيا، وفيها فيه ستة مناطق توسع سياحية في طريق المصادقة عليها، يعني دراسة راهي ما زالت بها، والأخرى سوف تأتي فيما بعد. هذه المناطق سوف تسمح لنا بخلق دي ستركتور ديبرجمون، راح يكون فيه دي زاميناجمون بيان سور، راح نهيئوها يكون فيه دي ستركتور ديبرجمون ديفيرونت ومختلفة، دي كومبينغ، دي زوتيل، دي ريزيدونس، باش تجي تساند شوية تدعيم الحظيرة السياحية على مستوى ولاية تيبازا. احنا في السدات نتاعنا في الشيما ديريكتور راهي يعني لازم يكون فيه دي بول، نعم، ثلاث بول، أقطاب ثلاثة في ولاية تيبازا تضم الشرق الوسط والغرب. دونك حنا رانا نطبقوا هذا، نعملوا في هذا الاتجاه ان شاء الله يكون فيه يعني خير للولايه ان شاء الله. سيد زلماطي، نتحدث كذلك عن عمل مديريه السياحه مع مختلف الوكالات السياحيه سواء من ناحيه الترويج للسياحه في هذه الولايات، بالاضافه الى ذلك العمل على حمايه مختلف المواقع السياحيه، التعريف بهذه المواقع، التعريف بمختلف انواع السياحه التي يمكن ان تكون على مستوى الولايه، كيف يعني تقومون بالعمل مع الوكالات السياحيه؟ في اطار هذا العمل احنا مؤخرا، وهي الاولى على المستوى الوطني، قمنا باتفاقية شراكة مع مديريات ولائية داخلية. قمنا بإبرام اتفاقية شراكة مع مديرية السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي لولاية سمسيلت، واتفاقية أخرى مع مديرية السياحة لولاية المدية. وسيتم إشراك الوكالات السياحية على مستوى الولايتين للتعريف بالمؤهلات السياحية لبومرداس والمؤهلات السياحية لتسمسيلت والمدية، وستنظم في هذا الإطار أسابيع سياحية. نعم، الأسبوع السياحي، الأسبوع السياحي لولاية بومرداس على مستوى تسمسيلت والمدية، وتكون هناك كذلك أسابيع سياحية للولايات الأخرى على مستوى على مستوى ولايتنا، وسنقوم بتعميم هذه الاتفاقيات على ولايات أخرى بإذن الله. كذلك نعمل مع الوكالة السياحية، احنا سننظم في الأيام المقبلة إن شاء الله ربيع بومرداس بمنطقة بوكردان ببلدية قدارة، وهي منطقة جبلية رائعة. رانا في إطار تحضيرات مع جميع الفاعلين في ولاية بومرداس منهم الوكالات السياحية لتنظيم هذه التظاهرة للترويج والترويج بالمؤهلات لتميز بها الولاية. كذلك إضافة على مستوى موقع التواصل الاجتماعي لمديرية السياحة والصناعة
التقليديه للولايات المتحده، سيتم في الايام القادمه ان شاء الله اطلاق حملتين، وهي حمله اعرف بلدك اولا وحمله صيفنا في بلادنا ان شاء الله، رانا نحضروا لها لاطلاق هذه الحملتين للتعريف و الترويج للمؤهلات السياحيه للولايه على مستوى ولايه بومرداس. على مستوى ولايه بومرداس. نعم سيده ابو زازا، لما نتحدث عن الجانب الترويجي هو جانب مهم جدا للتعريف بمختلف الاماكن السياحيه بالولايه، بالاضافه الى العمل مع مختلف الوكالات السياحيه، هنالك العمل ايضا مع الجمعيات المتخصصه في المجال السياحي، يعني كيف يكون العمل مع هذه مع فعاليات المجتمع المدني؟ طبعا كنت قلت لك يعني من قبل اننا نظمنا عده تظاهرات مع المجتمع مع الجمعيات المختصه في السياحه او في الصناعه التقليديه. العمل تاعنا اننا نوجههم نقوم معاهم، كل جمعيه عندها برنامج عمل طول السنه لاحياء عده تظاهرات او لعمليه تحسيسيه، مثلا في الصناعه التقليديه نحسوهم يروحوا لمناطق الحرفيين الموجودين في مناطق الظل خاصه. بالنسبه للعمليه التحسيسيه احنا رانا نتعاملوا هذا كل المديريات، يعني نطبقوا اتفاقيه قامت بها وزارتنا مع الوزاره المختصه، يعني هيئات الدعم كالكناك لونسيج ولونجام. راه عندنا برنامج ثري وين اننا نقوموا بعمليه التحسيس، مؤخرا رحنا مع مديريه النشاط الاجتماعي رحنا الى مناطق الظل ودرنا عمليه تحسيسيه للمراه الريفيه باش انها تضم، هذا من جانب العمل العائلي انها تتقدم لهذه الهياكل الدعم هذوما هذه باش يعطوها الدعم وتقوم بالانشطه اللي تخصها باش دائما يكون فيه احياء للموروث الثقافي. نعم الثقافي والحرفي باش ما يموتش الموروث هذاك، يبقى دائما دونك انا دائما مع لونجيم ولونسيج بما يسمى اونسيج سابقا. نعم. كذلك درنا اجتماعات ورانا معاهم في لو تيران، نخرجوا مع بعض باش اننا نطبقوا هذه الاتفاقيات سورتو خاصه الشباب باش يديروا دي زكتيفيتي توريستيك نشاطات حرف الحرفيه. وانا حبيت نتكلم لك يعني على الرقمنه. تفضلي سيدي. الرقمنه حاجه مهمه في القطاع نتاعنا، وحنا يعني الحمد لله وزارة تاعنا برعاية الوزير في أول مارس أطلقوا الأرضية الرقمية إلكترونية اللي راح تسمح لنا أننا أو تسمح لكل المواطنين ولكل المستثمرين أنهم ما يكونش فيه يعني هذاك اللي يتقدموا الإدارة تكون فيه تقرب، الإدارة تتقرب من هاد المواطنين ما يكونش فيه هذاك العراقيل البيروقراطية العراقيل، كذلك السرعة في دراسة الملفات. نعم. واحد اللي يحب يدير وكالة سياحية يكون في الجنوب وإلا ما يتنقلش. نعم. توت سويت قال يسكان الملف نتاعو يبعثوا للمديريه، المديريه تدرس وتبعثوا للوزاره يكون فيه جواب، يعني تكون فيه السرعه. وحنا يعني بدينا نخدموا بهذا الارضيه. وكذلك فيه توسكي رقمنا بالنسبه لكل لي زوتيل الفنادق ولي زاجونس بداو يخدموا بالتي بي او، يعني يولوا يخلصوا بلي كارت بدلا من السيوله. يعني رانا خلاص واكبنا الرقمنا وكنا الحمد لله الوسائل التكنولوجيه الحديثة. يعني هذا امر جميل سيد الزلماطي، ربما دائما في نفس المجال. وقبل ما نتعرفوا قليلا على الصناعه التقليديه التي تعد جانب ضروري وهام جدا فيما يتعلق بالسياحه، نتحدث قبل ذلك عن عمليه الرقمنه على مستوى الولايه واسهامها في الترويج لمختلف المؤهلات السياحيه، وكما قالت السيده بوزازا تسهيل في سرعه التجاوب مع مختلف المستثمرين الذين يرغبون الاستثمار في المجال. بالفعل احنا على مستوى بومرداس الرقمنة البوابة الإلكترونية اللي مؤخرا بدينا نعمل بها أعطت تسهيلات كبيرة في مجال إنشاء وكالة سياحية، دراسة ملفات المشاريع السياحية، كذلك فيما يخص استغلال الفنادق. هذه التسهيلات أعطت
تسهيلات كبيرة للفاعلين في القطاع السياحي من أجل دراسة ملفاتهم في بسرعة وفي وقت قياسي. حتى من جانب التسيير يعني مختلف هذه المركبات والفنادق السياحية، عملية العصرنة تساهم في عملية تسيير جد سهلة حتى من ناحية الإحصائيات كذلك، خاصة في إحصاء البوابة فيها كذلك جانب إحصائي، لاحت في الجانب الاقتصادي كذلك عدد الفنادق، عدد المؤسسات الفندقية، عدد الأسرة، عدد الوكالات السياحية، حتكون هذه الإحصائيات جانب عندها دور في الجانب الاقتصادي كذلك. بالإضافة إلى هذا سيد زلباطي، تعد الصناعة التقليدية من بين أحد ركائز السياحة، الصناعة التقليدية كما قالت السيدة بوزازة أن هنالك عدة نشاطات تقومون بها على مستوى المديرية لتشجيع الصناعة التقليدية، وحتى تكون هنالك مؤسسات مصغرة في الصناعة التقليدية للحفاظ عليها بالدرجة الأولى، وحتى يتم الترويج لها بطريقة صحيحة سواء داخليا وحتى خارجيا. بالفعل حنا ولاية بومرداس الجانب تاع الصناعة التقليدية معروفة بعدة نشاطات، كصناعة الحلي، الفخار، النفخ في الزجاج، السلالة، الخزف الفني، معروفة بها ولاية بومرداس. ولينا اهتمام كبير للصناعة التقليدية في الولاية من خلال إنجاز مركزي للصناعة التقليدية، مركز الصناعة التقليدية بدلس ومركز الصناعة التقليدية ببرج ملايين، لتعتبران فضاءات لتسويق والترويج للمنتوج الصناعة التقليدية لولاية بومرداس. كذلك في الأيام المقبلة إن شاء الله سيتم تدشين وافتتاح دار الصناعة التقليدية لولاية بومرداس على مستوى عاصمة الولاية، يعتبر كذلك فضاء لتسويق المنتوجات الصناعة التقليدية. مؤخرا وتحت إشراف كذلك السيد الوالي تم إطلاق قافلة الصناعة التقليدية على مستوى الولاية التي ستجوب 11 بلدية على مستوى الولاية لتعريف بالصناعة التقليدية، ونسمح كذلك للحرفيين خاصة بعد جائحة كورونا نسمح لهم بتسويق منتوجاتهم كذلك. الدولة كذلك أولت اهتمام كبير بالصناعة التقليدية مؤخرا كذلك على مستوى الولائية، رانا في صدد اختيار أرضيات ستقوم الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية أونسير سابقا بتهيئتها عن طريق وضع الشاليهات على مستوى هذه الأرضيات، وبعدها سيتم توزيعها على الحرفي ولاية بومرداس. بالإضافة إلى هذا سيدة زلماتي، أيضا ولاية تيبازا تشتهر، سيدة بوزازة عذرا، ولاية تيبازا تشتهر كذلك بالعديد من أنواع الصناعة التقليدية، كما ذكرت سابقا تقومون بتدعيم المرأة الماكثة في البيت المهتمة بهذا الجانب. بالإضافة إلى ذلك ما هي يعني مختلف النشاطات التي تقومون بها للحفاظ على هذه الصناعة التقليدية أولا، ومساعدة المهتمين بتطويرها في أنه يتم التعريف بهذه الصناعة محليا وخارجيا كذلك ودوليا؟ ودوليا هي فيه عدة حرف في ولاية تيبازا. تيبازا معروفة خاصة قليعة معروفة بلافانغي، وفيها تانيك لاسيراميك، فيه الزرابي، حتى فيه يعني مركز لدمغ الزرابي بشرشال، وفيه كذلك كل ما هو فخار، كل ما هي خياطة وحلوية تقليدية، فيه كذلك الطبخ التقليدي. مؤخرا كان فيه على مستوى غرفة صناعة تقليدية والحرف طبعا اللي نتعامل معهم بطريقة ننسق بطريقة جيدة، كان فيه بمناسبة عيد المرأة مسابقة تاع أحسن طبخ، أحسن حلوية تقليدية، وكان يعني فيه صدى كبير. أنا ما كنت على بالي، يعني فرحت أنا المرأة الجزائرية وخاصة المرأة التيبازية اللي كانت مهتمة، ويعني حتى المنتوج نتاعها كان منتوج تنوع كبير، متنوع ولا بأس به. وكل هذه النساء اللي عندها بطاقة حرفي واللي عندها الدعم، يعني هذا الدعم خرج المرأة وخرج الحرف اللي كانت يعني منسية أو كانت خرجها من الخفاء. يعني كل ما النساء دعم بعشر ملايين أو أربع ملايين يساهم يشروا المادة الأولية ويعملوا، يعني راح يخلق فرص عمل
للمرأة أو للرجل في تيبازا، كذلك تيبازا على المستوى يعني الوطني. يعني كاين احنا رانا برمجنا يعني هذه السنة وخاصة في فصل الصيف أن يكون فيه عدة معارض، معارض على مستوى موانئ ميناء تيبازا، ميناء غورايا، يكون فيه إن شاء الله في القليعة ربما يكون فيه صالون. رانا نعملوا على هذا الشأن يعني باش نخلقوا صالون نتاع لافانغي في الساحات، كذلك يكون فيه معارض لصناعة تقليدية حتى يتسنى الحرفيين أنهم يسوقوا المنتوج تاعهم ويعرفوه لزوار ولاية تيبازا. كذلك يعني أنا يعني في صدد العمل مع مدير غرفة صناعة تقليدية ومدير تجارة لولاية تيبازا، أننا نديروا بالك في بداية أفريل قبل رمضان إن شاء الله نديروا السوق بما يسمى ريحة رمضان. نعم. باش نعرفوا على المنتوجات الصناعه التقليديه لولايه نعم. تيبازا. تيبازا كذلك. نعم سيد زلماطي، لما نتحدث عن كل هذه المؤهلات السياحيه التي تمتلكها سواء ولايه تيبازا او ولايه بومرداس، نتحدث كذلك عن تطوير الخدمه، الخدمات السياحيه، تطويرها، لابد ان تكون هنالك عمليه تكوين حتى يعني الخدمات ترقى إلى مستوى أنه يكون الزبون راضي على هذه الخدمة، وحتى نرتقي للخدمات العالمية التي تشهدها مختلف المناطق السياحية في العالم، خاصة وأن الجزائر يعني تمتلك مؤهلات جد هامة سياحيا. بالفعل احنا في هذا الإطار كاين اتفاقية شراكة بين وزارة التكوين المهني ووزارة السياحة على المستوى المحلي، كذلك قمنا بإبرام اتفاقية شراكة بين مديرية السياحة ومديرية التكوين المهني من أجل تكوين العاملين على مستوى المؤسسات الفندقية على مستوى المعهد الوطني المتخصص في متخصص السياحة على مستوى الكرمة بومرداس، من أجل الرفع من القدرات المهنية لعاملين على مستوى هذه المؤسسات الفندقية. كذلك فيما يخص الاتفاقية المبرمة بين وزارة السياحة كذلك والوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة، تم إبرام اتفاقية كذلك من أجل تكوين جميع الإطارات على مستوى المؤسسات الفندقية. كذلك هناك تكوين للحرفيين من أجل جعلهم ينشئون مؤسسات مصغرة. نعم. في هذا الإطار احنا على مستوى ولاية بومرداس عندنا 147 منطقة ظل، اليوم رانا بدينا نسعى للذهاب إلى هذه المناطق لتحسيس الشباب والمرأة الماكثة في البيت من أجل إن شاء الله يقومون بخلق مؤسساتهم المصغرة الخاصة بهم. دائما يعني نعود إلى ولاية تيبازا في نفس الإطار يعني التكوين في المجال السياحي على مستوى ولاية تيبازا، هل هنالك يعني معاهد متخصصة في التكوين في الخدمات السياحية المختلفة الفندقية وغير ذلك؟ شكرا. هي من أهداف المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق 2030 هو رفع من لاكاليتي تاع الخدمة على مستوى الفنادق. دونك حنايا عندنا انستيتو معهد تابع لمديرية التكوين المهني على مستوى حجوت، اللي يكون كل ما هو في السياحة، الطبخ، لاكوي، ريسبسيون، يكونوا دونك هذاك يعني يساعدنا من أجل رفع مستوى تاع هذه الخدمات. كذلك احنا مؤخرا درنا اتفاقية ودرنا تكوين لأعوان الأمن، 30 عون أمن لولاية تيبازا، باش عندما نخرجوا لعملية التفتيش على مستوى الفنادق يكونوا معنا ويساندونا ويساعدونا. دونك التكوين مهم جدا
بالنسبه للفنادق او بالنسبه لخاطرك اول شيء اللي نستقبلوا به الزائر او السائح هو التعامل، هو كما يقول لك لو سوغيغ، اول شيء هو الابتسامه. نعم. يليق في كل التكوين، ما لازمش يكون مقتصر فقط على الفنادق او على وكالات سياحيه او، ولكن كذلك في المقاهي لازم تكون فيه اون بريستاسيون يعني دو كاليتي في كل المجالات، حتى لو تاكسيور لوي مام سائق سياره اجره هي ثقافه، يعني هي ثقافه لازم يستقبل السياحة. نعم. طبعا باش نرتقي بالسياحه العالميه. نعم. العالميه، وهذا هدفنا، يعني هدف لو سدات 2030. فوالا. سيد زلماطي، تحدثنا على مختلف انواع السياحه على مستوى ولايه بومرداس، ولايه بومرداس كذلك بها سياحه حمويه باعالي بلديه عمال، هو جانب مهم جدا وخاصة في هذه الفترة من السنة الزائرين يهتمون بمثل هذه السياحة، كيف تقومون بترقية هذا الجانب السياحي بالولاية؟ منطقة ثلاث ببلدية عمال هي منطقة توسع سياحي جديدة صنفت سنة 2016، نسعى قلت لك من خلالها إلى تعزيز نوع آخر من السياحة، احنا معروفين بالسياحة الساحلية. نعم. المعروف نسعى إلى تطوير أنواع أخرى من السياحة اللي فيها السياحة الحموية، لأن فيها منبع حموي عنده مميزات علاجية. الآن إن شاء الله نقوم بدراسة تهيئة هذه المنطقة ما دام الآن راهي صنفت، كذلك إن شاء الله في برنامج مخطط العمل تاع مديريات سياحية راح نقوم بعدة نشاطات هنا كذلك على مستوى هذه المنطقة، لما لا راح يكون هناك معارض للصناعات التقليدية هناك، كذلك تعتبر هذه المنطقة منطقة ظل، راح نوصلوا كذلك إلى المرأة الماكثة هناك في المنزل، نوصلوا كذلك إلى شباب المنطقة إن شاء الله باش هما يكون يسعوا إلى خلق مشاريع هناك في هذه المنطقة لكي نخرجوا من جانب السياحة الساحلية فقط. كذلك السياحة الجبلية، عندنا منطقة توسع سياحي الكحلة، كذلك هي منطقة جبلية وتعتبر من أهم مناطق على مستوى الولاية اللي تعرف إقبال كبير للمواطنين، كذلك الغابات اللي تمتاز بها الولاية هي غابة أسواف، غابة الساحل بزموري، وغابة قرصو. هذه الغابات خاصة غابة الساحل الزموري وغابة قرصو اللي عندها امتزاج مع شواطئ، هي بمحاذاة شواطئ الولاية، اللي هناك يعتبر مزيج بين سياحة جبلية غابية وسياحة أكيد هناك ساحلية. يعني مؤهلات كثيرة تعرفها ولاية بومرداس. سيدة بوزازاكا، نقطة أخيرة بالإضافة إلى كل هذه المؤهلات السياحية، أنتم تقومون كذلك بتهيئة مختلف المناطق الترفيهية على مستوى ولاية تيبازا لاستقبال العائلات، كنقطة أخيرة نتحدث فيها. مناطق ترفيهيه ماشي السيكتور تاعنا اللي يقوم يعني تهيئه كل هالمناطق، حنا نهيئوا مناطق التوسع السياحي، ولكن حنا نتعامل مع توجيهيه للبلديات. بالنسبه للاتفاقيات، هي فيه عده اتفاقيات، وزاره السياحه والصناعه التقليديه دارت اتفاقات تقريبا مع كل سيكتور. ما لازمش ننساو باللي كاين قطاع مهم جدا وهو قطاع الفلاحه، بما أن ولاية تيبازا هي ولاية فلاحية كذلك بامتياز وفيها مزارع كثيرة، الزوار لما يأتون إلى ولاية تيبازا ما يجوش فقط إلى البحر أو للجبل، كذلك يزورون كل المزارع الموجودة، وفيه عدة مزارع يعني مهيئة نموذجية أصحابها يستقبلوا الزوار، وين الناس يعني هو جانب ترويجي آخر، ترويجي تشري الجبن، تشتري الحليب، تشتري وتشوف كيفاش يصنعوا هذاك الجبن. لا. يعني هذا كذلك نوع من السياحة، تعريف بالمنتوج الخاص بالمنطقة. أنا برك ككلمة أخيرة، تفضلي سيدة بوزازا. أنا حبيت نقول بلي أن وزارتنا
هي كانت سباقة في سباقة في المساهمة والمساعدة من الوقاية من فيروس كورونا. تكلمناش عليه بزاف. يتم استغلال مختلف الفنادق يعني تاريخ مؤسسات الفندقية في هذه النقطة بسرعة. نعم بسرعة. ربما تكون لنا فرص أخرى نتحدث عليها. يعني عملية الحجر الصحي كان بزاف الفنادق اللي قاموا بهذا عمل الحجر الصحي، كان الحرفيين وغرف صناعة تقليدية اللي قاموا بصناعة الكمامات. يعني لازم نقول لهم لازم نهضروا عليهم ونشكرهم بهذه المناسبة. أكيد يعني والجميع مشكور على كل المجهودات اللي قاموا بها في ظل هذه الجائحة. إذا سيدة أمل بوزازة مديرة السياحة لولاية تيبازا، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة. الشكر موصول كذلك للسيد محمد شريف زلماطي مكلف بتسيير مديرية السياحة لولاية بومرداس، شكرا جزيلا لك. شكرا. مشاهدينا إذن متواصلون دائما معكم، ونذهب الآن إلى ملفنا الثاني الذي سنخصصه للحديث عن حوادث المرور وعمليات التحسيس والتوعية للحد من مثل هذه الحوادث، ونتابع هذا الموضوع الذي أعده الزميل هامل عبد النور عن عملية التحسيس والتوعية بالولاية للحد من حوادث المرور. نتابع ونعود. الوصول إلى أعلى مستويات السلامة المرورية وضمان سهولة الحركة ومحاربة المخلفات المرورية بجميع أشكالها هو شعار الحملة التحسيسية التي أطلقتها وحدات الدرك الوطني بولاية بشار بمشاركة مختلف جمعيات السلامة المرورية. حافظ على عائلتك واستمتع بعطلتك. في هذا الإطار نقدم لكم بعض النصائح، أتمنى إن شاء الله تفوتوا عطلة بخير، إن شاء الله ربي بالتوفيق إن شاء الله. في إطار تنفيذ برامج الحملات التحسيسية الوطنية التي سطرت من طرف قيادة الدرك الوطني، نظمت اليوم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بشار حملة تحسيسية لمستعملي الطرقات خاصة مركبات السياحية وسواق الدراجات النارية من أجل احترام قانون المرور. توزيع المطويات التوعوية وتقديم النصائح والإرشادات لمستعملي الطريق هو من بين أهم أهداف هذه العملية التحسيسية، حيث أنها لاقت استحسان سائقي مختلف أصناف المركبات. هذه الحملة يعني تم من خلالها يعني حث جميع سائقي المركبات في سلسلة الأصناف على تحلي بالسلوكيات الحسنة، وكذلك في يعني محاربة الظاهرة لا أمن المروري. نلبوا النداء نتاعكم، نحافظوا أولا على عائلة نتاعنا باحترام القانون، باش نخفضوا السرعة ما نتمشوش، نحترموا قانون المرور. ننصحوا كاع الزميل اللي شادي المركبات يحاولوا على نقسموا السرعه باش يوصلوا لمواليهم بسلامه. جهود حثيثه واجراءات توعويه حرصت وحدات الدرك الوطني الى اتخاذها بغيه تحقيق التواجد الفعلي عبر الطرقات والحد من مخاطر السرعه المفرطه. حملات تحسيسية كذلك مماثلة عرفتها ولاية قسنطينة والتي تابعتها زميلة ليندا شعبان في هذا التقرير، تابعت مختلف هذه الحملات التحسيسية للحد من هذه الظواهر التي أصبحت تؤرق وتشكل خطرا بالنسبة لمرتدي مختلف الطرق الولائية والوطنية. حافظ على عائلتك واستمتع بعطلتك هو شعار الحملة التحسيسية لفائدة مستعملي الطريق، وهذا تزامنا والعطلة المدرسية. تنفيذا لتعليمات القيادة برمجت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة حملة تحسيسية عبر كامل تراب الولاية، بحيث أن هذه الحملة موجهة لكافة الأسر والعائلات الجزائرية التي استفاد أبناؤها من العطلة الربيعية، وهذا بالتنسيق مع جميع الشركاء الفاعلين في ميدان السلامة المرورية لأجل ترسيخ ثقافة مرورية سليمة قوامها احترام قانون المرور. الهدف منها غرس ثقافة وقائية إسعافية لدى كافة شرائح المجتمع وخاصة السائقين. مبادرة استحسنها السائقين واعتبروها فرصة للتذكير بمخاطر السرعة. احنا نوجه نداء الناس ان شاء الله يكونوا واعيين، يكونوا ان شاء الله قد المسؤولية وتأني الانسان غير يراه غير بالعقل، وهذا ما كان السرعة ما دارت فايدة. عندي حوالي 35 سنة وانا نسوق، يعني شفت انه اكبر مشكلة دارت الحوادث هي السرعة.
وتؤكد وحدات الدرك الوطني على الرقم الأخضر 1055 وتضع تحت الخدمة الموقع الإلكتروني tariqi.dz الذي يوفر معلومات آنية عن حالة شبكة الطرقات. ولتفصيل أكثر حول هذا الموضوع يلتحق بنا عبر الهاتف النقيب بن حرز الله سمير رئيس مكتب الإحصاء والإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية قسنطينة. أهلا بك سيدي. مساء الخير الأخت ومساء الخير لكل المشاهدين الكرام. أهلا سيد بن حرز الله، كما تابعنا يعني هنالك حملات تحسيس واسعة تقوم بها مختلف الجهات الأمنية بالإضافة إلى الحماية المدنية ومختلف الفاعلين للتحسيس حول مخاطر حوادث المرور التي أصبحت تحصد الكثير من الأرواح. بالطبع أخت الكريمة، يعني هذه الحملات التحديثية التوعوية التي تقوم بها مصالحنا مع الشركاء، الهدف منها من هذه الحملات هي غرس ثقافة وقائية إسعافية لدى كافة شرائح المجتمع وخاصة السائقين للحد من هذه الحوادث المرور التي أصبحت تؤرقنا كثيرا. ربما هنالك يعني العديد من المسببات لهذه الحوادث، وأنتم من بين المتدخلين في حالة حدوث أي حادث مرور على مستواها سواء الطريق السريع، الطرق الولائية الوطنية إلى ما غير ذلك، ما هي أهم مسببات هذه الحوادث؟ والله من أسباب حوادث المرور هو هناك أكثر من 90% سبب بشري، أما أسباب أخرى حوادث جوية، حالة المركبة واهتلال الطرقات، وكذلك عدم احترام قوانين المرور والسياقة بتهور ولا مبالاة، وكذلك عدم احترام مسافة الأمان خاصة في الطرق السيارة، وكذلك السياقة لمسافات طويلة خاصة حافلات نقل المسافرين والشاحنات دون التوقف وأخذ قسط من الراحة، وكذلك مناورات خطيرة لبعض الشباب في الطرق السيارة. كل هذه الأسباب قد تؤدي لحوادث المرور. ربما بالحديث نعم تفضل سيد بن حرز الله. وأثناء الحملات التحديثية التي تقوم بها مصالحنا وزعنا بعض المطويات لدى فائدة شرائح المجتمع وخاصة السائقين، حيث يكون السائق سواء كان سائق المركبة أو مرافق له أو عابر السبيل هو يكون التدخل الأولي، لذا واجبات السائق والمواطن اتجاه حوادث المرور هو هناك ثلاث عناصر أساسية هي الحماية، الإبلاغ، الإسعاف. ما معنى الحماية؟ هو التدخل، هو المتدخل الأول يتصرف بحذر لحماية الضحايا وكذلك تجنب حادث ثانوي. أما الإبلاغ هو الوسيلة التي تسمح بتدخل إسعافات الحماية المدنية، لأن كل ما يكون الإبلاغ بدقة وسرعة تسهل علينا تدخلاتنا. أما أخيرا الإسعافات الأولية، ما هي الإسعافات الأولية؟ هي حركات بسيطة سهلة وصحيحة يقدمها أي مواطن أثناء حادث مرور للحفاظ على الضحية حتى وصول مصالح الحماية المدنية. تحدثت سيد بن حرز الله عن الإسعافات الأولية، ومن بين الحملات التي تقومون بها كذلك للمواطنين هي عملية القيام بهذه الإسعافات الأولية في حالة أي حادث مرور، وحتى بالنسبة للحوادث الأخرى ريثما يعني تصل الجهات المعنية بالإسعاف. بالطبع الهدف المديرية العامة للحماية المدنية هو مسعف لكل بيت، هذا هو هدفنا، مسعف لكل بيت، حيث أثناء حملاتنا التحسيسية على مستوى المؤسسات التربوية وكذلك مراكز التكوين المهني حبينا نغرس ثقافة إسعافية وقائية لدى الطفل، لأن الطفل اليوم هو سائق الغد وهو رجل غد، لأن الإسعافات الأولية هي حركات بسيطة سهلة وصحيحة يستطيع أن يقدمها أي مواطن لأي ضحية بشرط أن يكون له تكوين في الإسعافات الأولية. أهمية كذلك التبليغ في مثل هذه الحوادث، هنالك أرقام خضراء يتم وضعها عند تصرف المواطنين في حالة ما إذا يعني رأوا أي حوادث، أهمية أن تكون هنالك يعني بطاقات أو ما تعرف ب يعني الأرقام التي يتم مشاهدتها في الطرق السيارة، الطرق الوطنية، يعني لتسهيل عملية التبليغ في حالة هذه الحوادث المرورية. بالطبع أخت الكريمة، يعني هناك الرقم الأخضر 1021، نحن قريبون من المواطن عن طريق الرقم الأخضر 1021، لأن الإبلاغ لما يكون الإبلاغ بدقة المكان بالضبط ونوع الحادث
يسهل علينا خروج إسعافاتنا والوصول في أقرب وقت، لأن الحياة البشرية لا تقبل بثمن. أخت كريمة، أكيد سيدي. وربما كنقطة أخيرة نتحدث فيها عن الإحصائيات الأخيرة لحوادث المرور في الولاية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. والله الحمد لله، يعني خلال شهرين لسنة 2021 سجلنا تراجع في عدد حوادث المرور ب 37.40%، وكذلك الحمد لله هناك تراجع في عدد الجرحى انخفاض بنسبة 47.43%. أما عدد الوفيات خلال شهرين 2020-21 سجلنا 3 وفيات رحمهم الله، أما السنة الفارطة سجلنا 5 وفيات. يعني بالرغم من هناك تراجع في عدد الحوادث وعدد الجرحى والوفيات، ولكن تبقى الحياة البشرية يعني وتبقى الحيطة والحذر هما الأساسان في مثل هذه الحوادث. النقيب بن حرز الله سمير رئيس مكتب الإحصاء. كلمة أخيرة بقف لو سمحت. كلمة أخيرة بقف أوجه لداء أخي السائق الكريم، تذكر دائما أن عائلتك في انتظارك. أكيد. وهذه السيارة نعمة، فلا تجعلها بتهورك نقمة. وهو المطلوب سيد بن حرز الله سمير رئيس مكتب الإحصاء والإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية قسنطينة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا إذن متواصلون ونرحل بكم هذه المرة إلى ولاية سطيف، نتعرف عن الفن التشكيلي والذي يعد وجه آخر للسياحة، حيث نتعرف في هذا البورتري على الشاب أمير. هو فنان تشكيلي جمع بين مختلف المدارس في الفن التشكيلي، فأبدع في لوحاته المختلفة واختار أروقة جامعة لامين دباغين بسطيف لعرض تشكيلة مميزة من لوحاته الفنية. نتعرف على الشاب أمير مع الزميل سعيد بلونيس. من هنا تخرج أمير ذات يوم ليعود أميرا في دنيا الفن، عندما عاد يحمل لوحاته الحالمة والحاملة لخياله وإبداعاته. اغتنمت الفرصة وقلت هذه هي فرصة تاعي، لازم نبين فيها الموهبة تاعي، نبين فيها الخدمة تاعي، المكبوتات اللي حصرتها في لوحات من مختلف الأشكال والألوان. المعرض كان فرصة لاكتشاف الفنان والفن للطلبة. فنان لم يتقيد بمدرسة أو لون غالب وعباءة قالب أو مرجع. وأنا أميل لكل المدارس والمذاهب، مذاهب الفن التشكيلي، سواء السريالية أو الواقعية أو الكلاسيكية أو الرومانسية أو حتى فن بورتري وفن الطروادي وفن الخط العربي كذلك. جامعة لامين دباغين سطيف أرادت أن تخرج الطالب من ضيق المدرج إلى فسحة الفن والإبداع. نشوف بلي هذه المبادرة مليحة بزاف على خاطر نمات الحس الفني وخرجتنا من الجو اللي كنا عايشين فيه على جوست القانون وما شابه ذلك، ونمت الحس الفني، وكذلك أن نعاونوا الطالب في الموهبة الجميلة هذه. مبادرات كما هذه يعني نستحقوا منها الكثير من الكثير، ونتعلموا منها ايضا حوايج. ايضا لازم يعني ندعموا الشباب تاعنا اليوم، يعني شباب طموح حتى يعني يواصل باش يدير معارض. أمير يحلم ككل فنان ان يجد الرعاية وصالات عرض في فضاءات اوسع تحتضن موهبته وريشته. إذن وصلنا إلى نشرتنا الاقتصادية والتي سيقودنا فيها زميل هشام أكلي بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الموعد الاقتصادي، والبداية بقطاع البنوك، حيث أكد وزير التجارة كمال رزيق اليوم أن التكافل الإسلامي واستحداث سوق مالية حقيقية أمران ضروريان لنجاح نظام الصرافة الإسلامية. من جهته أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله أن هيئته قدمت عدة مقترحات لتعديل القوانين، من بينها القانون التجاري بهدف اعتماد الصكوك الإسلامية في مختلف التعاملات، وذلك للنهوض بالاقتصاد الوطني. مشاهدينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب مدينة الجزائر العاصمة وضواحيها. تقبل الله صلاة الجميع.
وتحضيرا لشهر رمضان الفضيل، شكلت لجنة متكونة من عناصر الأمن والدرك الوطني والمصالح الفلاحية ومصالح التجارة التابعة للمقاطعة الإدارية ببراقي، تعمل على محاربة المضاربة بالأسعار وضمان توفير المواد الأساسية والمنتوجات الفلاحية. أحلام قلمامي. سيناريو ارتفاع الأسعار يتكرر في بعض خضروات وأساسيات المطبخ. راه كلش غالي، راهي السلعة غالية، راهي النار شاعلة، ما فهمناش علاه. البصل 7000، هذاك الأزرق هذاك 6500، ما قدرتش والله ما قدرت نشري. باسكو هذاك تقدري تستوكيه، يشد بارابور لهذا. دونك هذاك خباوه باش يبيعوا بلي شير لو موا بروشان إن شاء الله ولا عيشنا ربي. دونك ما عرفناش الخلل وين راه، إلا راه في البايع ولا راه في الشاري. ماذا عن الباعة والتجار؟ البصل راهو يدير 7000، راهو غالي، هو اللي راهو غالي بزاف. ما كاش راهو يستوكو فيه، هو البطاطا اللي تستوكا فيه رمضان يدير 7000، راهو يستوكو فيه رمضان. هذا بصل مخزن من ذاك نلقاو خاسر من ذاك، نرمو نصه وكاع من ذاك، وراه غالي والله غالي. هنا في غرف التبريد هذه تتم عملية تخزين المنتوجات الفلاحية ومنها البصل الذي فاقت مدة تخزينه 6 أشهر وارتفعت أسعاره فيما امتنع أصحابها عن التصريح. لجنة مختلطة مكلفة بمحاربة المضاربة بالأسعار لضمان وفرة المواد الأساسية تقوم بمعاينة الوضع. بزاف لازم فوالا ما تشارجيش لا شومفرو تاعك، لا شومفرو يلزم يكونوا دي كولوار فيرتيكالمون هوريزونتالمون باش لو فوا سيركول. شفنا دركا معاكم شفنا لي كونديسيون دو دونتروبوزاج اللي هي شروط الحفظ وشروط التخزين وشفنا بلي سافا. بين مطرقة الاحتكار وسندان المضاربة المواطن هو الضحية. وفي إطار برنامج ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع على غرار منتوج البطاطا، شرعت مديرية الفلاحة لولاية البليدة في تموين السوق الوطنية بمنتوج البطاطا المخزن والتي سيتم على مراحل بهدف الحد من المضاربة في الأسعار. التفاصيل مع كريم الأشمط. بين وفرة منتوج البطاطا وجودته من جهة وبين غلاء سعره وتباينه من جهة أخرى تكمن معادلة مراعاة جيب المواطن. 500 بنتي هبطت شويه هاي شويه الحمد لله. واش نديرو 5.5 بصح مازال طالعه 5.5 خاطش من 35 من 35 35 35 38 40 ومن بعد ضربه واحده للسته سبعه. دوك هما داروا هما قالوا بلي يخرجوا الفريكوات والبطاطا تنقص. وبالتجسيد الفعلي لذلك تداركا للوضع ولايه البليده على غرار ولايات الوطن تباشر عمليه اخراج البطاطا المخزنه لتسويقها عبر اسواق الجمله للولايه والولايات المجاوره لها. قامت مديرية المصالح الفلاحية لولاية البليدة بالتنسيق مع الديوان الوطني للخضر واللحوم بعملية تفريغ مخزون من منتوج البطاطا، وهذا المخزون بكمية معتبرة. كما انطلقت العملية على المستوى الوطني بداية من شهر مارس وبغية ضبط السوق وخفض الأسعار. تابعا للاتفاقية المبرمة بيننا وبين الديوان المشترك للخضر واللحوم عندنا مخزون من شهر جانفي وذوك بدينا نسوقوا فيه بعملية تدريجية بسعر يتراوح بين 33 و 35 دينار. إجراء استحسنه تجار الجملة والمستهلك على حد سواء. كيساعدك الفلاح برا تجي لهنا كما تبيع تدي 60 دورو تاعك ولا 80 تعاون اللي يجي يشري وتعاون اللي يجي يشري باش ننقص السومه ماذا بينا نشيوها ب 3000. هي تدابير تدخل ضمن جهود توفير المواد واسعه الاستهلاك كالبطاطا وكسر الاحتكار في اسعارها تحقيقا لتوازن بين العرض والطلب. بهدف ترقية المنتوج المحلي استطاع الشاب يزيد من ولاية أم البواقي من إنشاء مؤسسة صناعية مختصة في تحويل آلتي التين الشوكي إلى زيوت ومواد للتجميل. المتابعة لحفصة غاني. التين الشوكي ليست فاكهة موسمية فحسب بل لها فوائد عديدة بفعل مشتقاته الصيدلانية والتجميلية.
محمد شاب قرر أن يخوض تجربة في عالم الصناعة التحويلية وينشئ مؤسسة مختصة في تحويل هذه الفاكهة إلى منتوج محلي من الزيوت والخل الطبيعي. أنا ولافام تاعي عندنا أن بيرو ديتيد تاع إكسبرتيز تاع لاغريكولتور إي لونفيرونمون. خممنا أنه في الإطار هذا تاع الدراسات تاع الفلاحية خممنا أنه نفالوريزيو أن برودوي اللي راهو كاين في لازون تاعنا حنا. احنا نقوموا بتحويل التنشوكي نستخرجوا منه زيت التنشوكي وخل التنشوكي كما العلم هذا القدره الانتاجيه تلحق حتى 500 لتر من زيت التنشوكي واكثر من 50,000 لتر من خل التنشوكي. احنا زيت التنشوكي يعتبر من اغلى الزيوت في العالم ان لم يكن اغلى زيت في العالم. هو يستعمل ضد التجاعيد بور ليكليرسيسمون دو لابو سي ان اونتي بوتون نوار وعنده استعمالات كثيره في مجال التجميل. يعتبر الخل ثاني من اكبر لي برودوي سيتادير سي تان سوبر مانشير. ومن خلال مشروعه استطاع هذا المستثمر ان يستحدث مناصب شغل جديده وهدفه اليوم هو التوسع في نشاطه واقتحام عالم الاسواق التجاريه. انا من خلال هذا المشروع والفائده تاعو ندخلوا هاد السكان تاع مناطق الظل في العجله الاقتصاديه. بنا تشجيعات عندنا انه يعاونونا انه نزيدوا نتوسعوا في المشروع تاعنا سورتو من ناحيه المساحه ومن ناحيه هذاك باش نزيدوا نديفلوبيو لاكتيفيتي تاعنا ونزيدوا نديروا دوتر سو برودوي. والهدف الاساسي تاعنا هو الدخول المنتوجات تاعنا السوق الدولي. فكرة ومورد فإرادة ونجاح هي قصة هذا الشاب الذي استطاع أن يتخطى كل الصعاب ويحقق نتائج إيجابية للمساهمة في ترقية المنتوج الجزائري. أطلقت كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين مناقصة لإبداء الاهتمام بغرض تحديد المنتجين الجزائريين الراغبين في تسجيل أنفسهم في إطار مسار تصدير منتجاتهم وتندرج هذه العملية في إطار خارطة الطريق الجديدة التي أعدتها كونفدرالية الصناعيين الجزائريين طبقا لتوجيهات السلطات العمومية لتشجيع التصدير خارج قطاع المحروقات. إلى مؤشرات الاقتصاد في العالم، آلاف والشاحنات تفشل في الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بسبب التعطيل في الجمارك، حيث حذرت مجموعات صناعية من أن انهيار التجارة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي سيستمر الصيف المقبل بعد الفشل في تجنيد نحو 30 ألف موظف جمركي. وفي تقرير نشرته The Guardian البريطانية أن هذا الانهيار سيهدد بفقدان مئات المصدرين الصغار مورد رزقهم وسيكبد الحكومة خسائر بملايين الجنيهات. انخفضت أسعار النفط اليوم إذ فاقمت زيادة المخزونات في الولايات المتحدة الأمريكية المخاوف بشأن المخاطر التي تواجه الطلبة مع وقف دول من بينها ألمانيا وفرنسا التطعيمات ضد كوفيد-19. ونزل البراند بذلك ب 0.7% ليسجل 68 دولارا فاصلة 39 سنتا للبرميل، فيما نزل الخام الأمريكي إلى 64 دولارا فاصلة 92 سنتا للبرميل بتراجع بلغ 0.3%. ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في حين يترقب المستثمرون اجتماعا للمجلس الاحتياطي الاتحادي. من المرجح أن يبدي مخاوف حيال زيادة التضخم، وسجل الذهب ارتفاعا بنسبة 0.2% ليصل إلى 1735 دولارا فاصلة 76 سنتا للأوقية، فيما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% مسجلة 1735 دولارا فاصلة 90 سنتا للأوقية. وفي الختام إطلالة على مستجدات أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. بهذا الخبر نصل إلى ختام هذا الموعد الاقتصادي في أمان الله.
أخبارنا الاقتصادية نذهب إلى أخبارنا الرياضية التي ستقودنا فيها الزميلة سهيلة معوش بعد هذا الفاصل. متابعينا أهلا بكم إلى الجولة الرياضية. بداية أشرف أمس وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي رفقة كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري على تفقد أشغال تهيئة ترميم وتجديد مضمار ملعب ألعاب القوى الملحق لملعب الخامس جويليا وكذا منطقة الإحماء والتدريب. وأسدى السيد الوزير تعليمات بضرورة الانتهاء من الأشغال أواخر شهر مارس لإعادة فتحه للرياضيين، مشددا على إلزامية موافقة الأشغال مع معايير تنظيم المنافسات الدولية لألعاب القوى. تجدر الإشارة إلى أن الملعب أو ملعب ألعاب القوى استفاد من الإنارات لتمكين الرياضيين التدرب ليلا وكذا إعادة فتح قاعتي تقوية العضلات أو قاعة تقوية العضلات التي سيتم تجهيزها في الأسابيع القليلة المقبلة. الآن في دور أبطال أفريقيا أنعش شباب بلوزداد حظوظه في التأهل إلى دور ربع نهائي بفضل نقطة التعادل التي حققها بميدان مستضيفه الهلال السوداني ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثانية. وأصار الشباب برصيد 30 نقاط بمعية الهلال، فيما بقى سان داونز متصدرا بتسع نقاط قبل مواجهته لتيبي مازامب الكونغولي في تمام الساعة الخامسة. في مباراة أخرى يستعد مرودية الجزائر لمواجهة نادي تونغيث السنغالي في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم على ملعب الخامس جويليا، في مباراة يطمح فيها المرودية لتأكيد الفوز المسجل على الفريق ذاته بالسنغال والارتقاء إلى الصدارة. ورقة عن اللقاء لكريم عثمان. المغامرة الإفريقية للمولودية تتواصل مع محطة جديدة، الخطأ فيها ممنوع والفوز يعني تعزيز الحظوظ والاقتراب أكثر من الظفر بتأشيرة التأهل. تونغيت السنغالي المنافس القادم يفتقد الخبرة ولا يعد مرشحا على الورق، وسبق للمولودية أن فازت عليه ذهابا بهدف قضت به على نحس دام أكثر من 40 سنة من المعاناة في الماما أفريكا. عمراني سيستفيد من كامل أوراقه الرابحة بعد أن راح حشود في مباراة بلوزداد واسترجع ربيعي وأضحت التشكيلة جاهزة بدنيا وفنيا. وبالعودة إلى لغة الحسابات، فالمولودية تتواجد في الوساطة برصيد خمس نقاط بعد خوضها لثلاث مباريات من دون أن تتجرأ مرارة الخسارة بفوز وتعادلين، وعلى بعد نقطتين من الرائد الترجي التونسي الذي ينتظر تنقل صعب إلى مصر لمواجهة الزمالك المصري في نفس الجولة واليوم والتوقيت. الفوز إذن يعني بكل بساطة رفع الرصيد إلى ثمان نقاط قد تجعل من المولودية رائدا في حالة خسارة الترجي أمام الزمالك، ويساهم في تعميق الفارق عن المصريين والاقتراب من التأهل في حالة انهزام الترجي التونسي أمام الزمالك. هي حسابات ما قبل المواجهتين في انتظار حقيقة الميدان. يذكر فقط أن مباراة مولودية الجزائر وتونغيث السنغالي ستنقل لكم مباشرة على القناة الأولى في تمام الساعة الثامنة مساء، دائما مع المنافسة القارية. وفي منافسة كأس الكاف يجري فريق شبيبة القبائل اليوم آخر حصصه التدريبية على ملعب وودلاندز بالعاصمة الزومبية لوساكا في نفس توقيت المباراة، تحسبا لمواجهة نابسا ستارز الزومبي غدا الأربعاء برسم الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكاف، حصة سيضع فيها المدرب دينيس لافان آخر رتوشاته مع ضبط معالم التشكيلة الأساسية. وسيدير مواجهة الشبيبة ونابسا ستارز طاقم تحكيم إفواري بقيادة خليل تراوري إبراهيم، وسيساعده في مهمته كل من أشوما هيرمان ونو وتارا، فيما سيكون باتريك تونغاي حكما رابعا.
من جهته يواصل وفاق سطيف هو الآخر استعداداته لمواجهة أهل بنغازي الليبي غدا برسم الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكاف. أيضا إذا التشكيلة الصيفية أجرت صبيحة اليوم حصة تدريبية وقف فيها المدرب نبيل الكوكي على جاهزية لاعبيه مع ضبط معالم التشكيلة الأساسية التي يدخل بها لقاء الغد بحول الله. وسيدير مباراة أهلي بنغازي الليبي ووفاق سطيف طاقم تحكيم مغربي بقيادة حكم الساحة عادل الزراق بمساعدة كل من يحيى نوالي وزكريا برينسي، في حين سيكون كريم صبري حكما رابعا، كما تم إسناد مهمة محافظ اللقاء للسوداني أمير عثمان محمد حميد. فبالتوفيق لممثلي الكرة الجزائرية في خرجاتهم الإفريقية. إذا نمر إلى البطولة الوطنية لكرة القدم. افتتحت اليوم الجولة 18 من القسم المحترف الأول بمباراة سريع ليزان وأولمبي لمدية، حيث تشير النتيجة إلى حد الساعة تعادل السلبي في انتظار ما ستسفر عنه نهاية المباراة. فيما تستكمل الجولة التي ستكون مبتورة من 4 لقاءات غدا الأربعاء بحول الله. وإليكم برنامج المباريات المتبقية عن الجولة 18 في الجدول التالي. ضبطت رابطة المحترفة لكرة القدم مواعيد المباريات الثمانية المتأخرة، من بينها اللقاء المتأخر عن الجولة 12 وهو الدربي العاصمي بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر، حيث تمت برمجته يوم 26 مارس الجاري. أما باقي المواجهات فستلعب ما بين 24 و30 من الشهر ذاته. دائما مع الرابطة المحترفة تصدر شبيبة الثورة المشهد الكروي، مؤكدا تألقه هذا الموسم بالنظر إلى النتائج الإيجابية المسجلة في 17 جولة مضت. وليد فرحاني يعود بنا إلى مشوار الشبيبة أو أبناء الجنوب هذا الموسم بعنوان التألق، نتابع. مبدأ النجاح يتمثل في رغبتك الجامحة أن تكون أكبر بمسافات بعيدة عن خوفك من الفشل. شبيبة الثورة شقت طريقها بخطى ثابتة ونتائج أبهرت المتتبعين. النسر القادم من الصحراء حط الرحال في 17 جولة بصدارة المحترف الأول. انطلاقة قوية حملت في طياتها 5 مباريات دون التعرض لأي هزيمة. من هنا بعد واضح للعيان أن مفخرة الصحراء ستكون لها كلمة هذا الموسم. سياسة الفريق تغيرت بالاعتماد على عنصر الشباب، خاصة في فريق الرديف الذي بات يحقق الاستثناء من موسم لآخر. ومع توالي الجولات بصولات أثبتت الكتيبة الصفراء نجاعتها بأرقام حققتها فوضعتها في خانة الأفضلية. فريق باش نتحاولوا على الوساطير تاعو ونتحاولوا عليه خصنا نطلعوا بال10 سنوات. حنا نخدموا المدرسة ونخدموا الولاية تاعنا ولي كاتيجوري تاعنا. لا خوف على شباب الثورة، لا خوف عليها، باسكو خباب الثورة عندها قطار يمشي، قطار يمشي بالمدرب، لا مدرب القطار يمشي. وفي الحقيقه لازمنا مدرب، ولكن الوقت هذا الحمد لله راه مليح، راه حنا باش ما نقعدوش نجيبو مدرب ونغلطو ولا ثاني، احنا صابرين. المدرب يجي ولا يمشي الشباب الثورة ماشيه. احنا المدرب خصه يمشي مع سياسه الفريق، ماشي الفريق يمشي مع سياسه المدرب. 10 انتصارات تعادلان مقابل 3 هزائم حصيله نادي الجنوب. ورغم استقالة المدرب مزيان إغيل إلا أن الفريق استمر في نثر إبداعاته تحت قيادة مدلل الفريق سابقا مصطفى جليد. حطينا اللاعبين تاعنا انه باش يكون تركيزهم جد عالي باش نفوزوا بالمقابلة اللي تخلينا انه نكمل مشوار البطولة بكل ارتياح ان شاء الله.
فهل سيصمد نسر الجنوب أمام كل العقبات مهما كانت حدتها ويبصم على لقب سيخلده التاريخ أو على أقل تقدير العودة للمامة أفريكا من بوابة دور الأبطال؟ في الختام تتواصل بالمركب الرياضي رارا بمدينة حاسي مسعود الطبعة الأولى من دورة مدارس كرة القدم للجنوب الكبير تحت شعار الفنك الصغير بمبادرة من مجمع سون أدراك والاتحادية الجزائرية لكرة القدم، والتفاصيل بحوزة سهيل بن دانية. تطويرا لممارسة الرياضة وكرة القدم بشكل خاص في مناطق الجنوب، احتضن مركب إرارة لصون أدراك بحاسي مسعود البطولة الأولى لمدارس كرة القدم بالجنوب الكبير الفنك الصغير، وهذا بمرافقة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. بادرت شركة سون أدراك في تنظيم دورة وطنية لصالح أطفال مناطق الجنوب الكبرى ومناطق الظل، حيث ستدوم هذه الدورة حوالي 4 أيام، سيشارك فيها حوالي 300 مشارك ومشاركة، وإن شاء الله الهدف من هذه التظاهرة هو إعطاء فرصة لأبنائنا في الجنوب لكشف مواهب الشابة. كانت اللجنة التقنية اللي تقوم بالانتقاء، وممكن إن شاء الله هاد اللاعبين يلتحقوا بالفريق الوطني الأصغر وكذلك الأكاديميات اللي إن شاء الله تكون هو المشروع الكبير للاتحاد الجزائري لكرة القدم. البطولة جمعت 12 فريقا للذكور وأربعة فرق للإناث من الفئات الصغرى، جاءوا من 10 ولايات جنوبية لاكتشاف المواهب. احنا كيف جينا من تندوف اختارونا في هذه السيليكسيون، وانا جينا هنا باش نلعبوا ان شاء الله نربحوا، ان شاء الله يختارونا في ليكيب ناسيونال. شاركت في هذه المسابقة باش نربح ونوري مواهبتي للعالم، وباش نشارك مع اصحابي ونديروا لعب جماعي. فرحنا والبنات راهم فرحانين والاحتكاك راهو مليح باش يشوفوا المستوى، وان شاء الله لما لا يكونوا لاعبات من الفريق في المنتخب الوطني، وهو الهدف تاعنا الاسمى. وتهدف الدورة الى رفع مستوى الكرة لدى الاصناف الصغرى قصد تنمية المهارات واعداد نخبة الكرة الجزائرية. بهذا نصل وإياكم إلى ختام الجولة الرياضية لنهار اليوم، شكرا على المتابعة ولكم عودة مع الزميلة ليديا. شكرا لك سهيلة. إذن مشاهدينا بأخبارنا الرياضية وصلنا إلى ختام عدد اليوم من الظهيرة، نلقاكم بخير، تقبلوا تحياتي تحيات الفريق التقني والصحفي الذي خدمكم نهار اليوم، إلى الملتقى والسلام عليكم.